تضيء معالم غراء ملء السمع والبصر، معالم ترسم الدربة. طيب، لو ذكرتنا جزاك الله خيرا بالجوامع الكلم في الدعاء. الدعاء لا بد أن نعلم أنه ينقسم إلى قسمين، إلى دعاء رغب ودعاء رهب. ودعاء الرهب مقدم في أصله، وبعده دعاء الرغب، وأفضلهما ما جاء في كلام الله. ومن ذلك اهدنا الصراط المستقيم، هذا من أجمع ما يجمعه، لأنه يشمل الهداية في الأعمال الصالحة، والهداية للعلم النافع، والهداية للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما شرع، والهداية لالتزام السنة، والهداية للهدي النبوي في الشأن كله، وفيها استعادة من الفتن كلها غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقد بدا لي فيها في التدبر أن التكرار فيها لحكمة عجيبة، وهي أن الحق يعرف بالحق ولا يعرف بالرجال، وأن الرجال يعرفون بالحق. لأن الفاتحة هي في الواقع تلخيص للقرآن كله. ولذلك ذكر السيوطي والزركشي أن كل علم في القرآن فقد تضمنته الفاتحة، ووزعوا ذلك على آياتها السبع. فالأصل لا يكون في الخلاصة تكرار، الفاتحة خلاصة، ووجدنا فيها تكرارا في قوله اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. ونفس الصراط المستقيم هو صراط الذين أنعمت عليهم. كان ذلك في إياك، لا هذه ليس فيها التكرار، لأن هذا الضمير مثل الأسماء كلها، لكن التكرار في الجمل، التكرار المقصود به التكرار في الجمل، لأنه حتى الذين يرون أن الفاتحة منها ليس لديهم إشكال في التكرار في الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ليس هذا تكرارا، لأنها جملة مستقلة، وهي آية مستقلة، وهي الرحمن الرحيم. لكن التكرار في الجمل هو في قوله اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. وقد انتبهت إلى أن المقصود أن تنبيهنا إلى أننا أنه لو قال اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم لكان هذا تعريفا للصراط بالناس، حينئذ لا نعرف الحق إلا بأهله، وحينئذ يعرف الحق بالرجال، وهذا مخالف للقاعدة. فلذلك عرفنا بالصراط أولا ثم عرفنا بأهله، قال اهدنا الصراط المستقيم، عرفنا الحق أولا، ثم قال صراط الذين أنعمت عليهم، فعرفنا أهل الحق به. والذين أنعم عليهم هم النبيون والصديقون. نعم. والمقصود بهم في هذه هنا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، رضوان الله عليهم، وغير المغضوب عليهم ولا الضالين، الأمتان من قبلنا من أهل الكتاب. والدعاء في القرآن جوامع الكلم فيه كثيرة، ومن أبلغها آية البقرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة، من الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذا في ختام الحج، نهاية الرجوع من عرفات بالوقوف المزدلفة. ومثل ذلك أيضا دعاء أصحاب الكهف، ودعاء آدم وحواء، ودعاء المؤمنين الذين ارتضى الله دعاءهم بخواتم سورة البقرة، ودعاء الذين ارتضى الله دعاءهم في ثلاثة مواضع من سورة آل عمران. وكذلك الأدعية التي في القرآن كلها أدعية الأنبياء، دعاء إبراهيم رب اغفر لي ولوالدي، ودعاء نوح. إبراهيم فقط استثنى الله منه دعاءه لوالديه، لوالده، أما أمه فلم ينهى عن الدعاء لها. قد تكون أمه مسلمة أو آمن أو ماتت قبل بعثته، فتكون من أهل الفترة. أما أبوه فهو الذي نهي عن الدعاء له بعد ذلك، ما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، وقد نهينا نحن عن الاقتداء بإبراهيم في مسألة واحدة. بين الله أنه إسوة لنا هو والذين آمنوا معه إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك.
ومع ذلك هذا الأمر الذي نهانا عن الاقتداء به فيه كأنه منتقد، التمس الله له العذر فيه. صحيح، إلا عن موعدة وعدها. نعم، هذا رجوله. الله أكبر. ما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فهو واف بالوعد والعهد. نعم، الله أكبر. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ، تبرأ منه. نعم. طيب. والدعاء الأنبياء ينقسم إلى قسمين، إلى دعاء تصريح ودعاء تعريض، ويضاف إلى ذلك دعاء الثناء. دعاء التصريح كما ذكرنا، ودعاء التعريض كدعاء أيوب بإني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. نعم. ودعاء الثناء أن يقتصر على الثناء، مثل أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نعم. ولذلك أم سليم رضي الله عنها لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تريد أن يعلمها كلمات تقولهن، فعلمها أن تحمد الله، تسبح الله عشرا، وأن تحمده عشرا، وأن تكبره عشرا، وأن تهلله عشرا، قالت هؤلاء لربي فمالي. نعم. فذكر أنها إذا فعلت يستجاب لها الدعاء بعد ذلك. ولا أعرابي أيضا الذي علمه أن يقول سبحان الله عشرا، والحمد لله عشرا، والله أكبر عشرا، ولا إله إلا الله عشرا، فذهب فقال، ثم رجع فقال هؤلاء لي ربي فمالي. نعم. فأمره أن يقول اللهم اغفر لي وارحمني. الله. فهذا في هذه الأدعية المخصوصة. ثم بعد ذلك الدعاء النبوي، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله، فقد أوتي جوامع الكلمة واختصر له الكلام. نعم. سواء هديت إلى لفظه مثل اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك أو بك منك لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وهذا من دعائه الصلاة. أو أن تدعو بما كان يدعو به، مثل اللهم إني أسألك من كل خير سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، وأعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. وكذلك ما أرشد إليه عائشة رضي الله عنها عندما سألته عن ليلة القدر إذا هديت لها، فدلها على أن تدعو بهذا الدعاء، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. نعم. وكذلك ما أمر به العباس، يسأل الله العافية يا عمو، يسأل الله العافية، ما أوتي امرؤ بعد اليقين خير من خير من العافية. الله. وكذلك ما علمه حسينا والد عمران بن حسين الخزاعي. نعم. وقد كان تأخر عن الإسلام، فشق ذلك على حسين، على عمران. نعم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا حسين أسلم وعلمك كلمات ينفعك الله بهن. نعم. فجاء فقال أسلمت فعلمني الكلمات. الله. فعلمه اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. الله. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر الله. نفسي. وكذلك ما كان يعلمه بعض أصحابه بالخصوص، كما علم أبا بكر أن يقول اللهم إني ظلمت نفسي وعلمت أنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. نعم. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر كبيرا. نعم. كبيرا أو كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، واغفر لي مغفرة من عندك ورحمني وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. نعم. وكذلك علمه أن يقول إذا أصبح وإذا أمسى وإذا أوى إلى فراشه اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر شيطاني وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم أو شراكه. نعم. وما علمه خالد بن الوليد. خالد. نعم. نعم. أدعية كثيرة لكثير. نعم. من الصحابة علمهم إياها، وكل ذلك من جوامع الدعاء. نعم. ولذلك أيضا في الدعاء أسألك خير المسألة، خير المسألة معناه أن توفق. نعم. لخير الدعاء. نعم. ومع ذلك كان بعض الناس يدعو بحضرته فيقرهم على أدعية لم يعلمهم إياها، ولكنها أيضا هداهم الله لها. نعم. كالأنصاري الذي لما رفع رأسه من الركوع وقال سمع الله، قال ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، زاد النسائي كما يحب ربنا ويرضى. نعم. وهذا رواه الجماعة كلهم. فقال لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها. نعم. والأعرابي الذي جاء فوقف بجانبه في المسجد فحمد الله فأثنى عليه فأبلغ الثناء.
فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته فجاء بذهيبة فقال خذ هذا بحسن ثنائك على ربي. الله لا إله إلا الله. فأقره على ذلك الثناء. نعم. والدعاء بعض الصحابة بالشعر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله معهم كدعاء عبد الله بن رواحة تالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا إن أولاء قد بغوا علينا يسألون خطتنا بينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. نعم. ففي الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم كان ينشده معهم ويقول أبينا ويمد بها صوته ويرفع بها صوته صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا الدعاء لعبد الله بن رواحة لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به مع أصحابه. نعم. إذا ليس بالضرورة أن يكون الدعاء من 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 الألفاظ النبوية. نعم. نعم. والدعاء بالشعر أيضا كان حتى في العصور السابقة فدعاء عبد المطلب لما جاء الفيل. نعم. اللهم إن القوم اللهم إن المرء يمنع رحله. اللهم إن المرء يمنع رحله فامنع رحالك وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آله. نعم. فاستجاب الله دعاءه. نعم. وكذلك كثير من الأدعية في الشعر أجيبت. نعم. ومنها ما كان في شعر الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. نعم. جزاكم الله خير سماحة الشيخ.